خليها بعد السؤال. طيب عينك على المركز الاول ولا لا؟ انا ايه طبعا الجميع عين على المركز الاول، بس احنا نتكلم عن رغبه حقيقيه. ومن متى رغبه؟ من اول يوم دخلت هنا. اها، من اول يوم انا ناوي على المركز الاول. ومنافسه قويه وشرسه، صعبه جدا، لكن ان شاء الله اني قدها باذن الله. جايك يا عفان، جايك تلعب تمرين، انت جالس تشرب مويه دلاوت. جاي. طيب غن لنا الا يا حمد. ابشر. غنها. ايه يا لا 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 يا لا 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 يا حمد وش حيلات الليف قد مغلي على طاري الذكرى هجوسي تسريني ولف نبيع اللي ملكته عشان ارضي انا ضيق لا من ضاق ورضاه يرضيني. طيب يا طيب صح صوتك، صح بدنك يا ابو فرح. الله، ترى عادي اذا خلص الدجاج يا شباب تطفون عنه، تخلوا تنتظرون ذاك لين يخلص المقلي. حرك الدجاج عادي جدا. اجلس اجلس اجلس، جايك اجلس. ما راح نطول. تعال اجلس هنا ابو امون عليك يا حبيبي. سلطان، سؤال بسيط يا سلطان، الحين هذه نجمعها مع بعض.